متى سيزور الرئيس بوتين القاهرة؟ نحن نأمل فأن عندما سيتحسن الوضع الخاص بالجائحة، عندما سيتحسن هذا الوضع حينها سيمكن تنظيم هذا اللقاء على أعلى مستوى وعمل القمة المصرية وإجراء القمة المصرية الروسية. هذه لقاءات القمة كانت تتكرر في السابق. الرئيس فلاديمير بوتين والسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يدعمان علاقات الود والأخوة بين بعضهم البعض، وفي هذه في الفترة التي لم يكن هناك لقاءات كانوا يتحدثان ويتواصلان إما عبر الهاتف أو الخطابات المتبادلة، وهو ما يشير إلى مستوى العلاقات الحوار ذو الثقة المتبادلة بين مصر وروسيا.